هو لمسلم عن جندب، هو جندب ابن عبد الله البجلي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس. يستفاد من كلمة قبل موته أن المقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله عز وجل وأنه قد مات، وأما حياته البرزخية فله حياة برزخية لها شأنها لكنها تختلف عن حياته الدنيوية، فهو ميت عندهم، أما كونه حيا في قبره فهذه حياة برزخية. وطرأ في ذهني الآن أن قوله قبل موته والتنصيص على هذا مع ذكر ما ذكره عليه الصلاة والسلام من الغلو يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ميتا فإنه لا يدعى ولا يتوسل به ولا يتوسط به ولا يستسقى به. إذ قد يقول قائل بما أنه عليه الصلاة والسلام حي بعد وفاته يجوز لي أن أسأله أن يدعو الله لي كما هو جائز في الدنيا، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك فأسقنا. قد يقول قائل بما أنه عليه الصلاة والسلام حي يجوز لي أن أفعل ما يجوز لي أن أفعله في حياته، لكن نقول له إن الصحابة رضي الله عنهم أفهم منا عقولا وأزكى منا قلوبا وأطهر أفئدة، ومع ذلك فهموا أنه عليه الصلاة والسلام قد مات.